اهلا بكم مجددا الكرام، وكما نوهنا في بدايه الحلقه ان احنا هنتكلم النهارده عن جزء هام جدا من محافظه اسوان، وليس هام المحافظه فقط ولكن هام مصر كلها، بحيره ناصر وما تحمله من ثروه سمكيه تمثل قيمه كبيره جدا من الانتاج السمكي في مصر. معنا النهارده وبيشرفنا الحاج اسماعيل حجاجي، نقيب الصيادين في اسوان. اهلا بك يا حاج اسماعيل، وشرفتنا في شارع الجنوب. اهلا بحضرتك واهلا بفريق الاعداد واهلا بالمشاهد. اهلا بك، شكرا على الاستضافه. بدايه يا حاج اسماعيل، بما ان حضرتك نقيب الصيادين في اسوان، اكيد حضرتك تقدر تطلعنا يعني كمقدمه كده على بحيره ناصر. عرفنا على البحيرة بقى من طبعا أكبر بحيرة صناعية في العالم، طولها يعني طول الشواطئ بتاعتها بتتراوح بين 8000 و 7 و 8000 كيلو، مساحتها أكتر مليون وتلت تقريبا أو أكتر شوية، بتزيد مع زيادة الفيضان وبتنزل شو بتقل شوية مع نزول الفيضان. تمام. يمكن أنقى مية فيها وبالتالي أحسن منتج فيها السمك. طبعا ده أورجانيك 100% أو 1000%، يمكن لو صح التعبير بقى فوق الأورجانيك، عشان ما فيش بحيرة ناصر دي محمية طبيعية ما فيهاش أي ملوثات، لا عليها صرف صحي ولا عليها مدن ولا عليها صناعة، يعني قاعدة بيور نقية جدا. فبالتالي حتى المنتج بتاعها كويس. ايه انواع السمك اللي بيخرج من بحيرة ناصر؟ هو الغالبية العظمى بيبقى سمكة البلطي، والسمكة البلطي دي السمكة الشعبية يعني اللي في متناول كل الناس يعني. وفيها سموس وفيها بعض السموس اللي هو قشر البياض، علميا اسمه قشر البياض، انما الدارج اسمه احنا بنقول سموس، وبيتسمى سموس برضه. في بعض اللي في البياض، في حاجات بعد كده اقل شويه يعني، بس الغالبيه العظمى في البلطي ويلي السموس. البلطي النيلي بقى بتاع اسوان ده متميز جدا، نقي متميز جدا، عشان هو اولا المياه نقيه صحيح، زائد بياكل من الهائمات الطبيعيه ومن الاعشاب اللي ربنا خلقها له في الميه، فبالتالي مفيش اي تدخل. زائد انا كان مره كده في القهوه بقول لي يعني فوق الاورجانيك، فبيسالوني ليه فوق الاورجانيك، قلت على الاقل رياضي بيمشي في 8000 كيلو شاطئ صحيح وبياكل طبيعي، صحته كويسه يعني. طبعا احنا عندنا سمكه جميله جدا، وكنا بالنادي كتير نقول عايزين نطورها لتصديرها ورا ولتعميمها وتعريفها كما يجب، لانها مش واخده سمكه بحيره ناصر، مش واخده حقها في الدعايه او في حد يعرفها يعني. صحيح، انما هي سمكه جميله جدا. جميل. طيب عرفنا على عمليه الصيد داخل بحيره ناصر، يعني ازاي بيتم تنظيمها؟ احنا عارفين المسطح الكبير ده والمساحه الكبيره اللي حضرتك ذكرتها، هل في مناطق مقسمه لمناطق وكل منطقه ليها مجموعه من الصيادين، هي جمعيات ولا كيانات، ولا ايه التنظيمات اللي بتنظم عمل الصيادين داخل البحيره؟ هو في نتكلم في الوقت الحالي، ما انا سيبنا من الماضي، خلينا في الوقت الحالي. بحيره ناصر فيها 4 جمعيات. تمام. الجمعيه الام اللي هي طبعا كانت جمعيه وحيده في البحيره، فبالتالي تسمت الام لما انبثق منها جمعيات اخرى. في 4 جمعيات، الجمعيه الام اللي هي الجمعيه التعاونيه لصيد الاسماك، الجمعيه النوبيه، جمعيه ابناء اسوان، جمعيه التكامل، ودي جمعيه صغيره بعدد صغير يعني. فهم 4 جمعيات، منهم 3 جمعيات لهم 37% من المساحه، وفي الجمعيه الام لها 62 او اكثر من 62%. كل جمعيه لها منطقه معينه، لها منطقه محدده على الخريطه وليها علامات في البحيره. تمام. وهي بتنظم، كل جمعيه بتنظم في الداخل لصيادينها، يعني كل جمعيه لها صيادينها ولها اعضائها اللي هم الاعضاء الجمعيه العموميه او الناس العاملين فيها. تمام. كل جمعيه بتنظم عملها جوه منطقتها مع اعضائها. تمام. كل واحد عارف يعني، بتبقى مثلا مناطق كل 30 رخصه، كل حزب النظام والتقسيمه اكثر اقل شويه، كل واحد عارف حدوده فين، ولو حيروح حد عند حد بيبقى بالتراضي وبالود يعني. تمام. دور النقابه بقى هنا ايه؟ هو احنا يعني مش عايز اقول النقابه وكذا، لكن انا هقول حاجه واحده بس. احنا كنقابات صيد من 2014 وصيد فخامه الرئيس متولى راس الدوله، واحنا كان طبعا شفنا التوجه وشفنا النظام، فابتدينا نطالب
جمهورية مصر العربية فيها 11 بحيرة، والنيل والبحر الأبيض والبحر الأحمر. تمام. فهي غني دولة، يعني جمهورية مصر العربية غنية بالموارد المائية وبالتالي السمكية. صحيح. فكنا يعني عايزين إيه، أو كان من طالبنا يعني التصحيح، أو تصحيح في الأخطاء اللي كانت معمولة، أو يبقى تطوير. كان فخامة الرئيس يعني الأول كان من كتر الطلبات اللي قدمتها النقابات، وما فيهم نقابتي أنا، وصلنا لتبقى البحيرات جمهورية مصر العربية مشروعات قومية كبرى تحت مظلة رئاسة الوزراء. كان أيامها وزير رئيس الوزراء المهندس محلي. بعد كده اللي اتطور الامر، وصلنا الطلبات لرئاسه الجمهوريه، والرئيس مشكورا بارك الله فيه يعني خد الامر، واول مره الصيادين او البحيرات او الناس العامله في البحيرات تحس ان اتخذ قرار من راس الدوله جدي بتطهير وتنظيم البحيرات وتطويرها. وده شغال بدري النهارده، بمليارات اتصرفت في كل البحيرات. ويمكن انا عايز اقول ده بالنسبه للنقابات عملت ايه لقطاع الصيد. كل ما احنا بنقول المشكله كيت وحلها كيت، كنا بنعرض المشاكل والحمد لله وصلنا، ومطلبنا اللي كان ان الثروه السمكيه تبقى لها وزاره. هي بقت ما بقتش وزاره في الاخر، لكن يعني في حكم الوزاره. تمام. على راسها علامه الدكتور صلاح مصلحي رجل عالم، المدير التنفيذي سياده اللواء حسين فرحات رجل قائد محترم. يمكن انا ما اتقابلتش معاهم مباشر، لكن طبعا معروف اللي بيعملوه، ناس محترمين جدا. اللي هي هيئه حمايه وتنميه جهاز البحيرات. جهاز حمايه وتنميه بحيرات مصر. تمام. الجهاز ده بمثابه وزاره. تمام. يعني منها لرئاسه الوزراء، فهي هو اللي بيتولى بقى تنظيم العمل وحل مشكلات اللي تواجه الصيادين في بحيره ناصر. كل قطاع ليه ثروة سمكية، ليه مبنى في جهاز الحماية. تمام. وليه مختصين، يعني بحيرة ناصر ليها، كل البحيرات ليها. تمام. فالمشاكل بتخلص هنا، يعني أي مشكلة بتبقى عقبات خدمات، يعني فيش مشاكل تذكر يعني لا. بالذات بحيرة ناصر، يعني بحيرة ناصر البحيرة الوحيدة يمكن اللي ما هتاخدش تعب كتير من الدولة. بحيرة المنزل خدت مليارات. وست رئيس مشكورا يعني رجعها كما كان. وكل وباقي البحيرات شغال، كل صحيح. البحيرات فيها شغل. صحيح. وبحيرة ناصر فيها شغل برضه. فيها شغل النهارده، الجهاز ابتدى شغل بجد النهارده، ليس اكثر من ليك فتره. بيحدث حاليا في المفرخات، مفرخ جرف حسين، مفرخ توشكا، مفرخ سحاري، كله في تطوير علشان الاستعداد، لان فخامه الرئيس برضه وجه بانه عايزين نوصل بالانتاج للحاله القصوى في بحيره ناصر. يا ريت. وده طبعا يعني باذن الله طالما راس الدوله عايزه كده، فاحنا كلنا ان شاء الله ربنا يهدينا ونشتغل زيه ان شاء الله. عشان ان شاء الله كده. فالمهم يعني اللي اقدر اقوله دلوقتي، في حاليا في تطوير المفرخات. المفرخات دي اساسي. ولما نقول المفرخات فايدتها ايه، عشان هي مش بس كذا حاجة لتنمية البحيرة. المفرخات دي بتدي بتعمل تفريخ للسمكة البلطي الأساسية البيور. اللي هي في البلطي النقي. البلطي النقي ده يعني اقتصادي، بتكبر أكبر سمكة في البلطي تكبر. عندنا ثلاث أنواع، زلي وجليلي وسمكتنا الأساسية بتاعت بحيرة ناصر. صحيح. السمكة الأساسية دي هي أكبر سمكة واقتصادية، تكبر بسرعة وتنمو بسرعة. فالهدف المفرخات انها هي تعمل ذريعه من البولت النقي البيور عشان تترمي في البحيره، وبالتالي نبقى نزود المخزون السمكي بالبولت النقي. تمام. التطور ده بقى بيطال بقى كمان اساليب الصيد واساليب تعامل الصيادين وطريقه عملهم. هل في تطوير برضو حصل، ولا الاساليب او ما فيش تطوير يعني معين، لان انتوا خلاص حفظتوا البحيره وعرفتوا يعني الاسماك وعرفتوا اساليب الصيد، ايه الجديد اللي ممكن بيظهر في الفتره دي؟ هو اي حاجه بتبقى يعني اي شيء او اي امر او اي موضوع يخص البحيره وفي شايفين فيها مشكله او عايزه تعديل او عايزه كذا، بتتقدم الجمعيات للجهاز وتتحل يعني بسلاسه. ما فيش في اي صعوبات او مشكلات او تحديات بتواجه الصيادين حاليا في البحيره في مناطق المفرخات دي او في المناطق المفتوحه عموما؟ هو اكبر تحدي دلوقتي يعتبر هو
عايزين زيادة المخزون السمكي، زيادة المخزون السمكي ده لصالح الصياد ولصالح الدولة ولصالح الأشخاص، لصالح الشعب. لما يبقى في مخزون سمكي يبقى في صيد كويس، في صيد زيادة، يبقى في صيد. لا مؤاخذة متأسف. لا ولا يهمك. لما يبقى في مخزون زيادة الصياد هيصيد كويس، هيصيد يعني بكم كويس، فبالتالي هيطرح في السوق والاسعار تنزل، فيبقى لصالح الكل للجميع يعني. والدوله مش عايزه غير انها تقضي طلبات شعبها يعني. صحيح صحيح. هل في فترات انتاج البحيره يعني مثلا في مواسم لانتاج الاسماك باعداد معينه؟ كلمنا برضو على نظام الصيد، واحنا نعرف ان في فترات بيمنع فيها الصيد. ايه الهدف بقى من فترة منع الصيد دي، وايه اللي بيحققه هذا المبدأ؟ هو طبعا في الاول كان الفترة القديمة كانت الصيادين طبيعي في فترة من الفترات تبتدي تقلص الشغل في البحيرة، يعني اللي معاه 4-5-6 مراكب شغالين يخلي واحد بس، مركب واحد شغال والباقي ينزل ياخد اجازات، والناس كانت الاجازات سنوية زمان. دلوقتي بيجي الموضوع سهل والمواصلات كترت والامور يعني في اسفلت بيوصل للبحيره وفي مواني كترت، كانت مينا واحده قبل كده. يعني كانت مشكله الانتقالات يعني. الانتقالات كانت الاول ولكن صعب. كانت صعبه شويه، انما دلوقتي كل شيء بيجي ميسر حوالين البحيره. تمام. بعد لما جت في كان منحه يابانيه تقريبا الجايكا وعملت منحه لتطوير السمك او تطوير المخزون في بحيره ناصر، وخدت عندنا سنين طويله يعني، وعلمت ناس من طلع الدكاتره في التخصص وعملت لنا المفرخات، وعملت لنا مفرخ سحاري كان مفرخ واحد الاول، وعلمتنا التفريخ نصف الصناعي للكوادرنا يعني. تمام. الناس اللي عامله الدكاتره اللي تعلموا دول، وكان ابتدت يقولوا علميا يعني بعد ما خدوا سنتين عشان يعملوا مقياس للمخزون السمك الموجود في بحيره ناصر، وعملوا مقياس يعني انا متذكر انها كان من 70-80 طن سنه، والمتاح صيده 50%، لان البحيرات المفتوحه الواحد ما يقدرش يصيد 100% منها، يصيد 50% عشان مياه مفتوحه. التطوير والعلم والدراسه حسبوا امتى اكبر فتره بيتم فيها التفريخ، هي مش شهرين، هو 4 شهور على الاقل. يعني التفريخ بيمتد لحد شهر 6، ولكن لقوا اكثر فتره بيفرخ فيها اللي فيها الذروه التفريخ من 15/3 ل 15/5، وده العلم مع الخبره، وده سيستم اتعمل من اخر الثمانينات كده. صحيح. ومعتدين على هذا الكلام، ولا زال مستدام بقى في فتره الثوره وبعد الثوره شويه كان في استثناءات وكده يعني. والسنه دي برضه السنه اللي فاتت قفلت شهرين. وده يعني لازم الصيادين يلتزموا بذلك. لا كله بيلتزم، الصيد بيلتزم. ممكن بعد كده الناس العشوائيه اللي بتنزل عشان ظروف المعايير، ظروف المعيشه، ما حدش يقدر، في يعني اللي بيروح كتهريب، ولكن في حراسه، المسطحات بتقوم بدورها، حرس الحوت بيقوم بدوره، كل الاجهزه بتقوم بدورها. تمام. وبتعمل برضو على حماية البحيرة في فترة الغلق دي. تمام. السنة دي أنا يعني اللي عارفه إن اللي وصلني كخبر من الجمعيات اتقعد مرة واثنين واتفقوا على إنه علشان ظروف غلى الأسماك وغلى الفراخ وغلى اللحمة وظروف الناس الصعبة، فتقريبا استثنوا القفلة، أنا ما أعرفش لسه ما طلعش قرار، ولكن قالوا إنه هيخلوه من 15/4 ل 15/5 شهر، يستثنوا شهر. فطبعا صاحب القرار، ولكن هو بيبقى مطلب، والناس وبتفاهم، الجهاز بيتفاهم مع الجمعيات وبيبقى في تفاهم للامر او للموضوع. سعر السمك بيتحدد على اساس ايه يا حاج؟ عرض وطلب يعني، فقط يعني. بس يعني مثلا الاسبوعين اللي فاتوا لحد الاسبوع اللي فات كان السمك غالي. الاسبوع ده لا، نزل 50% سعر السمك. يعني كيلو السمك دلوقتي بكام يعني طبعا؟ يعني أنا أعرف جملة، ما أعرفش قطعة. الجملة يعني مثلا السمك البلط الصغير مثلا يبتدي من 5 و4 في الكيلو لحد 2 في الكيلو، شامل بعضه. تمام. كان ب 40 ويزيد شوية، النهارده 20 وممكن ينزل شوية. فيبقى نزل كده 50 وأحسن. نص تقريبا يعني. إنما طبعا البياع اللي بيبيع قطاعي أنا ما أعرفش يعني هل نزل كما يجب ولا ما نزلش، إنما في الجملة السمك نزل، وده كويس للصالح.
بدل ما كيلو السمك النهارده بياخده بنبيع جمله ب 40 جنيه، بس ما كانش في صيد، كل 10 ايام الواحد يجيب له 500 600 كيلو بقاعده بناس بكذا، ما كانش ينفع يعني حتى صعب. لكن الانتاج اتحسن الاسبوع ده، فبالتالي نزل 50%، فبيبقوا عرض وطلب. تمام. في معروض في اسماك البحيره بيتم تسويقها في اسوان فقط ولا خارج اسوان؟ لا، باسوان كنا وسوهاج ومحافظه اسوان بالكامل، بعد كده الاقصر، بعد كده بيبقى لحد ما نوصل القاهره للعبور، بيبقى على مستوى الجمهوريه. على مستوى الجمهورية طبعاً. انتوا يعني كنقابة، نقابة الصيادين، بتبقى تنتهي مهمتكم عند خروج السمك من البحيرة ولا كمان بتتابعوا؟ لا، احنا مالناش دعوة بالانتاج، كل واحد انتاجه اصلي. هو الاول كان زمان كان السمك ده بتاخده شركة التسويق، ودي شركة قابضة، وكان شركة مصر اسوان ودي شركة مساهمة، كان ياخد ده نسبة وده نسبة، والنسبة الأكبر كانت لشركة التسويق. من أكثر من كذا سنة كتار كده، من أيام الست اللي هو الله يرحمه سمير يوسف ما كان هنا، وكانت طالبة الناس بالسمك البحر، واتخذ قرار سيادي بالسمك البحر. فمن تاريخه ما حدش ليه في التسعير، ولا حد بيتدخل، لا الجمعية ولا الجهات المشرفة ولا أي حد يتدخل في الأسعار. أنا بقى بسيط، سمك فيه موجود بينزل السعر، ضعف السمك بيرفع السعر، بيبقى حر لأي حد. ايه اللي نفسكم تحققوه كصيادين؟ تتمنوا ان يعني البحيره تبقى عليه كنظام صيد، او كخدمات تقدم للصيادين، او تسهيلات، او مشروعات جديده، ايه اللي نفسكم يتحقق في الفتره القادمه ان شاء الله؟ والله هي في طلبات مقدمه على اساس تتزود مصانع الثلج، وانا على ما على حد معلوماتي البسيطه ان ابتدوا، حد بيقول لي خبر كده بيقول لي يعني ابتدى الجهاز هيعمل مدينه صناعيه بالكامل، مع انا الخبر على مسؤوليته اللي حكى لي، هيتعمل في كركر مجمع، وهيتعمل مصنع ثلج ومجمع للصيادين لمواد الاعاشه، البقاله والزيت والحاجات دي، وده شيء طبعا جميل جدا، شيء يسعدنا ويسرنا، ده كنا مطالبين به. كنا بنقول الصياد بياخد سلعه عاليه غاليه، فبالتالي بتزود عليه التكاليف. يعني الصيد عايز برضه، الثلج غالي، الثلج نار ده لوح الثلج ب 12 جنيه صعب، ما كلها مدخلات الصياد كده حيئن، والان الصياد حيشوف له شغلانه ثانيه، وفي كثير من شباب الصيادين راح العاصمه وراح اشتغل بحر، لانه برضه فيها بسبب المهنه يعني. طبعا. وده خساره، لان مش اي حد يصيد في بحيره نصر بالذات صعبه، يعني الباقي البحيرات مثلا، روح بحيره المنزله مثلا، الفيوم، اي بحيره هتلاقيها قريبه على الحضر. فالصياد مرفه، صحيح، بيطلع من البحيره يروح القهوه ويقعد في بيته، في بيته، صحيح، وياكل اكل بيتي. لا، لكن بحيره صياد بحيره نصر صعب، الاعاشه صعبه، ما فيش مكان مثلا يعني خيمه واقصاها بالحبيبي او بالبوس، ايوه دلوك الموضوع اتطور وبقي فيه التلفزيون وبقي فيه الطاقه الشمسيه، لكن مش برضه مرفه. فالصياد برضه عايز في حاجات كتيرة، عايز حد يساعده فيها، يعني مثلا مدخلات الانتاج صعبة بتاعة الصياد، يعني الشباك غليت، الرصاص غلي، الفلة غليت، البنزين غلي مثلا، من بدري الكلام ده، مواد الإعاشة غليت، فكل ده بيزود على مدخلات الانتاج. تبص تلاقي الصياد يشتغل ويجي في آخر الشهر أو آخر الأسبوع أو آخر السنة، يلاقي نفسه المدخلات الأكل والمصاريف والتكلفة بتاخد اغلب انتاجه، فبالتالي ربحه بيبقى اقول الربح بيبقى قليل. طيب، بالنسبه لمهنه الصيد دي مهنه بقى بتكون عائليه اكتر، يعني الصياد ده بيبقى عيلته مثلا كلهم صيادين، ولا هو حد يعني بيحترف المهنه دي عجبته وبيدخل فيها؟ طب نسبه الشباب فيها قد ايه؟ ومين اللي بيستهوي مهنه الصيد دي؟ يعني بيبقى له صفات معينه كده نقول ده ينفع يبقى صياد؟ هو اقول لحضرتك حاجه، غالبا كده في التعريف العام، يعني اي بلد ساحليه جنب عن النيل بيبقى من يعني اول حاجه هوايته الصيد، بيبقى المتاح عنده الظروف، فتلاقي الصيادين اغلبهم الغالبيه العظمى فيهم عن النيل، او على البحيره، او على مثلا البحير المتوسط او الاحمر، كل من حواليه ميه بيبقى هاوي حرفه الصيد لانه بيكون فيها. زائد بعد كده في اللي بيخش غير الناس الساحليه، برضه في اللي بيخش بيستهواه الامر، بيجي يجرب مره يعجب الحال يجيب حد ثاني وهكذا. ولكن الصياد ابنه بياخده معاه في الاجازه، هو بيتعلم
وهوي البحر. فحتى لما خد البكالوريوس او خد الدبلوم او ايا كان وصل فيه ناس، انا في البحيره عندنا في علوم وفي خدمه اجتماعيه وفي في مثلا كل التخصصات هتلاقيها صيادين وراضين بالصيد وعاشقين حابين المهنه. المهنه هي هاويه. اكتر حاجه تخلي الصياد يفرح من جوا انه صيد كتير النظر هيبيعه غالي او رخيص، صحيح يفرح بالصيد. فدي يعني مهنه ليها هوايه، واحنا كذا مره نقول لو سمحتوا لو في عقبه نزللها، عشان لو يعني كل اللي هيطلع من المهنه مش هنعوده تاني. اكيد اكيد، لانه برضه خبرته واللي عنده جلد عنده جلد انه يقعد في الصحراء ويقعد في الجبل ويكلم صح. 5 تنفار او 10 تنفار لمده 5 6 شهور ما يعرفش غيرهم. صحيح صحيح. فدي مهنه صعبه، فيها صعوبات، فيها صعوبات في الشتاء، في برد قارس مده طويله، في الصيف فيها حر قارس، فعايز المتاقلم على هذا الكلام ان شاء الله. ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. وبالتاكيد يعني حاج اسماعيل احنا سعداء ان انت كنت معنا النهارده، الله يبارك، وشكرا على لقائك معانا، ونتمنى لكم كل التوفيق وكل الخير ان شاء الله، لانه بالتاكيد الخير اللي يعني الخير اللي بيخرج من ايديكم بيعم على كل علينا كلنا، على اسوان وعلى كل محافظات مصر ان شاء الله. شكرا لك. الله يبارك فيك. شكرا موصول. بس استاذن بس في جمله اوجه الشكر وكل الشكر والتقدير بنيابة عن قطاع الصيد في كل بحيرات جمهورية مصر العربية الفخامة الرئيس لاهتمامه الشديد بقطاع الصيد والصيادي. وكل أمانة ده ما ذكرناهوش، يعني عمل وجه بحاجات كثيرة اتعملت لبحيرة نصر وغير بحيرة نصر، ناس صغار الصيادين ادوهم مراكب ووزعوا شباك، وعمال الصيد ادوهم ملابس شتوية جلدية عشان تنفعوا في الشتاء، حاجات كتير. واخيرا اخر مره لما كان زار هنا حضرته كان فاتح مصنع، وجه بان في قفلة البحيره اللي هي السنه اللي فاتت ان يبقى في معونه للصياد عشان تعوضوا فتره قطاع الصيد. طبعا. فاحنا بنشكر فخامه الرئيس على كل اهتمام قطاع الصيد والصيادين، واشكركم جزيلا. واحنا بنشكرك جدا. شكرا جزيلا. شكرا للحاج اسماعيل حجاجي نقيب الصيادين في اسوان. شكرا جزيلا. وبشكركم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا في هذه الحلقه. غدا ان شاء الله اسره جديده تجدد معكم اللقاء في تمام 9 مساء على شاشه طيبه وشارع الجنوب. والى اللقاء.